نناقش تقرير واشنطن بوست بشأن الرسائل المسربة التي نشرتها الصحيفة، وأظهرت أن قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات لإرهابيين في العراق، وذلك من أجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق في عام 2015. وبحسب المصدر، فإن دبلوماسيا قطريا كبير بعث برسالة إلى رئيسه في شهر أبريل الماضي، أي في الشهر 16 من اختطاف 25 قطري، قال فيها إن الدوحة تعرضت للسرقة. وأظهرت الرسائل تذمر السفير القطري في العراق زايد ابن سعيد من سعي الميليشيات المتطرفة إلى سلب أموال قطر على حد وصفه، حين دخلت الدوحة في مفاوضات سرية لأجل تحرير مواطنيها. قالت الصحيفة إن الصفقة تضمنت الإفراج عن أسرى إيرانيين في سوريا وتمرير صفقة تبادل البلدات الأربع في لبنان، كما طلبت إيران من قطر بحسب الوثائق الانسحاب من التحالف العربي في اليمن والترويج ضدها من خلال آلة قطر الإعلامية.